أهلا وسهلا بكم في بلد الأهرامات والفراعنة، القاهرة عاصمة مصر العظيمة. مية مية، مرحب بكم في مصر. كبير السوق وكبير الحتايتة حتى جاية من الأرض. يلا بينا، هنا حكاينا، هنا صدق حلمي وبدأت هنا. هو ده كفن، هو ده. اهلا بكم في مطعم خوفو ورقم واحد في مصر. شوف لسقت فيها الكاميرات. طب يا عمي اللي معايا اسمه الحسين، في من الابره للصاروخ. شوف كيفاه ياخدك يديك المطرح تاني وعاود يجيبك ويقول لك 500 ويحطك ب 500. شو ماشيين ولا ما راح تحلوش يديروا لي ضوفه. الله الله الله، تولي تولي من هون يخرج احسن الصحون في العالم. شو ما كتشوف الضوفه قدامك. هذا خلاص تم الاشتراك. هو ده، مرحبا بكم في شارم الشيخ. هو ده. صباح الخير يا وجوه الخير، مباشرة من الفيلا تاع صديقنا المدير من القاهرة. يومنا حيبلش من القاهرة صباحا، راح نجربوا نفوتوا 24 ساعة في المدينة الجميلة. ناس بزاف سألوني في مواقع التواصل الاجتماعي، مهدي علاش طولت هداوين باش تروح القاهرة؟ يا خويا جا وقتها جيت، راح تكون البلد رقم 58 في المسيرة ديالي، على باب اللي تأخرت، بصح على باب احنا نخرج منها محتوى جميل جدا. صباح الخير خويا المدير. صباح الخير، مرحبا بكم. رانا في منزل هون المدير فيلا في القاهرة. للاستفسار والترصد، للعلم انه هذه الفيلا تاني اللي حبي يكريها، ولا نحط لكم الرقم اللي تحتها. تجي القاهره اخويا عندك فيلا ما شاء الله، والمدير يرق لي الحاله. مع سليمان، صباح الخير. السلام عليكم. حاضرين ناظرين والمدير، نديروا لكم فيلا تور. حاجه الاولى هاي هنا غرفه المدير، رقد لهنا. عندكم زوج يقدروا يرقدوا هنا، هذه غرفه سليمان، زوج واحد اخرين يقدروا يرقدوا هنا. غرفه المدير ولا الغرفه ديالي، زوج يقدروا يرقدوا هنا ما شاء الله. هنا الدوش بكل التفاصيل والمعايير تاع الفندقه، عندك سيشوار، بلاصي لابريس، ماشينا لافي، المنشافات تاع الطواليت. ومن بعدك منا عندكم الطباسه، حاضرين ناظرين. منا تخرج وكان خرجه من هنا، ومنا الكوزينه كلش ايكيبي، المياه العذبه كلش. يلا نبداو نبلش يومنا في القاهره. السلام عليكم. هذا هو صاحب دعوتنا، هذا هو اللي حيكون معنا في القاهره. صباح الخير، اخباركم ايه؟ تمام. شو عجبك فيديو البارح؟ مية مية حبيبي. آه. كل زي الفل. اغنيه المداح شفت؟ جميله. جميل جدا حبيب. يلا نتاكل على الله. يا حسره، غمضت عيني نط لقيت كروسه حبست في نص الطريق. هي بطلت ليه؟ والله البطاريه. ايوه هاي مشت الحمد لله. اكسيد خبط فينا ديركت. هادي يا مصر، الله يخرب له الحاله. اوكي لا لا تمام. طيب مش واخد بالك ولا ايه؟ ايوه طيب ماشي، مش عارف تعدي يعني. انا اللي غلطان برضه، انا لو كنت حطمت كده انا اللي غلطان يعني. انا كنت عشان كده عشان كده حسن. بصوا الصباح الباكر جينا مع احمد. شو اسم المكان اللي جبتنا ليه احمد؟ النهارده احنا في السيدة عيشة، من اقدم مكان في القاهرة، وهنروح دلوقتي نعمل مغامرة مع مهدي وان شاء الله نشوف احسن مكان في القاهرة. اوكي، قبل المغامرة خذني اكل البريكفاست وبعدها نبلش. يلا بينا. وهذه السيدة عائشة مكان مش سياحي، اسمها مكان لازم تعرف واحد صاحب البلد باش تدخله. الأماكن اللي نحبهم مانا. يلا بينا. قال الشاعر: فول وطعمية في عربية في حتة شعبية. الأسواق الشعبية في القاهرة. حاولي صدقوني، غير فيف الشعبي. شوفوا عربية بصل والاسم النمرسي. النمرج هذا ابنك؟ لا انا. انت كي كنت صغير؟ لا شوف حط صحط هو كي كان صغير واسمه. هذا هذا هو. والله غريبه. هذه بنتك وهذا ابنك ما شاء الله.
شكرا النمرسي شكرا. هنا في هذه المناطق مازالهم شويه محافظين لانه مناطق كثير شعبيه وما يدخلهاش ماشي متعودين التعامل مع التوريست، ولهذا لازم تدخل مع واحد صاحب المدينه باش ما يحصلولكش مشاكل. يشوفك لافت كاميرا ممكن يقول لك هذا تاع الصحه وزاره الصحه ولا وزاره العمال ولا يخافوا. ياس قال لك الناس اللي موجوده هنا تحس انهم شكلهم قديم قدم. شوف حتى شوفوا الكوشات برا، شوف الكوشه الهواء الطلق، شو الجمال، محمصات الطاهره. شوف مصر كلش مختلف، حتى شكل المحمصات مختلفه، ما بينزل هذا ما بينزل. شوف اوه معلم حبيبي تسلم شكرا. تضرب الكاوكاو العربيه الفول والطعميه كل شيء. شوف السلام عليكم. تعال هوريك حاجه. سلام قول لي. السلام عليكم. سلام كيفك حبيبي؟ قول لي حضرتك منين بقى؟ جزائر. احسن ناس يا حبيبي. حبيبي تسلم. لو عايز بص دي بلكونه خشب اثريه اوكي اللي فوق دي، دي بتاع لو عايز تصور صورها قديمه جدا. ما نقدر نطلع لفوق. لا لا مش هتقول انت صورها من تحت. من تحت اوكي راح نصورها. هذه البلكونه القديمه. وبعد ما تصورها تيجوا تشربوا شاي. حبيبي حبيبي والله بارك الله فيك. شكرا. ونعم الناس الجزائر دول اخواتنا طول عمرنا مع بعض والله. حبيبي تعالوا شربوا شاي. حبيبي والله دنيا مدنيا. انا دخلت انا المكاني خلاص، انا حاس روحي كنت راقد في طنت انا خلاص. هاليك البلكونه اللي تكلم عليها. هاي شوف طماطم. شوفوا العربيه اللي احنا فطروا بها، فول عروسه السيده عائشه. يلا بينا. عربيه دي تشوفها الا في مصر، مش موجوده في اي بلد اخر. الطعميه اللي هي الفلافل. الفلافل اهي بص. ايوه حر الفلافل حرين. بص. يس ناكل. لا مش حر. لا مش حرين. ما في ولا شيء حر. اوكي العب العب يا هلا. شوف باش يعمل الفول شوف. ايوه العب. يا عمي. شوف الحكايه اللي هنا، تدخل الخبز ديالهم العيش تعيطوا له العيش. يا العيش هاوليك وتدخل ديرك فول. الفول انا ما نحبش بزاف الفول، بصح الفول تاع مصر في مصر مختلف. بسم الله. شويه باذنجان. انا ما بحب فول، ما بحب باذنجان، بس الفول هون مختلف عمي. دوق الفول تفهم اشياء كثيره. الطعميه فلافل تشيك بيس لحميصه. كاين بزاف بلدان مختصين بالفلافل، لبنان سوريا تاع مصر بيسيا. هذا صح فطور صباح شعبي بمعنى الكلمه. جبتني لمنطقتي انا. انا كثير فرحان. خلص فطور صباح اونفاس ديرك مباشره قدامه تلقاهم يبيعوا البط. اغرب بط تلتقى معه. شوف النوع تاع البط هذا. شوف سبحان الله اسود بالابيض، ما تعرف اذا بط ولا دجاج يشرب في الميه. هالي عرض اليوم او في عرض اليوم. هاولي عرض بطه براك بانيا براك البراك بطه ب 90 جنيه. هاي ماناج اللي هنا في الاسواق الشعبيه. شوفوا الماناج ديالهم على طريقتهم، على طريقه بكري. شوف هما عاملينه باليد تاع الاطفال. تبع شوف الجعلوله هذه الاسطوره واسمها تلقى الله اكبر الاسطوره، موجوده الا في مصر. وهنا في مصر من الشعوب الاكبر استعمالا ولا اكثر للخبز اللي يعطولو الرغيف اكثر من الجزائر. هنا عادي تكون تمشي تلقى بنت ولا راجل فايت ب 10 ولا 20 خبزه ولا 30 خبزه يوميه، خبز العيش يعيطولو. تعجبني كي كون نمشي حتى الاسعار باللغه ديالهم المصريه. شفت السلام عليكم. شوف حتى السعر وعندهم كاتبين اسم اولادهم بالعربيه. شوف مثلا هاولي ياسين الابيض، هذا وليد صاحب المحل. التكفين تاع الموتى. شوف الاشياء تاع الاكفان، اكفان رجالي وحرامي وشرعي. السلام عليكم. بكل انواع. انا نموت على الاكشن، نحب الاكشن. بنات الاخ وبنات الاخت
كفن هو ده كفن هو ده المكان اللي هنا اسمه الحسين فيه من الإبرة للصاروخ يلا بينا هذا الحسين كأنه سوق يبيع كل أشياء اللي يجي في بالك العباية كل أشياء المتعلقة بالشعب المصري لك يتم تصدير الأشياء هذه قاع من هنا لشرم الشيخ الأماكن السياحية سمعنا نتكلموا على الأشياء الأكثر سياحية اللي بس تقليدي والأشياء اللي عندهم أشياء مع السياحة قال لك غير كيكي اللي ما تلقاش إلا هنا قال لك غير كيكي اللي ما تلقاش إلا هنا ديديكاس لأخي كيكي شفتوا هذه الماشينات لقيتهم في أذربيجان موجودين في مصر ما توقعتش أنهم موجودين في مصر تغيير العملة الصعبة في بنك برا ثم ترمي الدولار أوكي وراح يعطي لك دينار ديالهم هنا تفيق باللي صح بلد سياح يلا يلا يا شباب يلا شباب يلا يلا يا شباب الدولار هاي واحد دولار كم؟ 100 هاي شوف تحط الاورو ولا الباوند ولا شو بدك؟ بس بقول لك ال 100 دولار عامله 4670 جنيه جنيه وهاوليك الجنيه ايوه برقيقه شو 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 فيه 200 جنيه والله غير عمله جميله جدا نو صار عليك ما كنتش متوقع انها جميله بال 100 وري لي ال 100 100 وراي 100 ما في 100 ما في 100 في 50 50 وري شو ال 50 50 والله غير عملة جميلة جدا فيها الأهرامات فيها كل شيء. المية شاف أنا عندي المية. يلا بينا. يلا بينا حط. يلا بينا. يلا بينا. لا. عربي من الجزائر. He speak English. ولا يا ولا قدرية. He speak English. تكلم مع English. تكلم English. شوية شوية. شوية شوية. حبي يتكلم انجليزي عم بالو تورست انجليزي. إحنا في مصر لازم نجربوا عصير القصب قصب السكر هذا. شوف هاولي. مثل ما هو. هذا عمي هذا بتغسله ولا مغسول مغسول منظف القصب ما ينفعش تغسل قول مبشر بس ما ينفعش تغسل ولما تشربه ما يحصل لك ولا شيء مرض ولا شيء القصب ما ينفعش يغسل ايوه لان لو الغسل يشرب ميه انا لما اعصره لك هيبقى كله ميه ده يشرب ميه من جوه يشرب ميه الغسل هيشرب ده يشرب كله ميه اوكي ده كده يعتبر عامل زي السفنجه جميل اوكي تغسله بالمية كله يشرب ميه اول ما عصره كل اللي ينزل ينزل ميه اوكي انا للعلم اني جربته في الاردن في بنغلاديش في الهند خلونا نجربوه لهنا في مصر ونشوفوا الدواء وش رايك بنعم عصير طبيعي خلينا ندوقه بسم الله ما تزيد له ولا سكر ولا شيء لا هو سكر اصلا سكري تبع مصر السكري جميل السكر يطلع من مصر فريش وجميل معلم انت تعلمنا كلمه جديده الفكه اللي هي الصرف قلنا له صرفنا قلنا والله ما عندي فكه والجميل جدا في شوارع القاهره القران في كل مكان في كل مكان تحس كانك راك في رمضان 24 12 شهر على 12 شهر حبيبي كيفك كله تمام مسجد الحسين من اقدم المساجد هون في مصر ايوه ايه جميل جدا لا ليش قلت لي فيصل مش اسمك لا انت شو اسمك انا اسمي احمد وانت محمود معلمية يا محمود وأحمد ممكن نغني لك طبعا نغني يلا هادي يا خالص مش مالك ولا حتى جاية من الأمار زيك زي أي واحدة يمكن أقل من البشر أيوه هاو الكلام مسجد سيدنا الحسين منا الدخول وهم ليك المقاهي الشعبية هذه الأشياء وش راني أنا الآن نصور تشوفهم غير في الأفلام المصرية تاع بكري فيلم كأننا نتمشى في فيلم تكييف جوه يلا والله شوف المصريين هون الناس في العالم بص كده شو كنت تدخل تشتري شوف اللي احنا مفصلينه عندنا في البلد وفي عائلة ماشي ولا انت عايز حاجه تصور بها او عايز حاجه تصور لبس يومين ثلاث ايام نحس اني صعيدي اللي انت عايز جينا نشرو القماشات الصعيديه شوف أيوة. المقاس كده المقاس ده كويس كده المقاس كويس كده في الوان ثانيه بس العتاوله العتاوله يا عم على ها
هذه ديال سليمان. أصحاب الجزائريين بيجيبوا لنا حمود بولام. أنا اشتريت هذه الكبير كبير يا عمي صايدي. المعلم سليمان وصل، كبير السوق وكبير الحتايج ته. كبير الحارة. كبير الحارة وصل يا رجالة. والأبو سعيد ما يخافش. يا معلم. اضرب ضل الكبير يا ولد. اضرب يا معلم. اضرب ضل الكبير. اضرب ضل. النيغوسياسيون في مصر. 300 يوم. كمل كمل. إيه كمل. لا تصوير النيغوسياسيون، النيغوسياسيون معناتها النيغوسياسيون في مصر، عاملها في مصر. شوف شوف كيف ياخذك ياخذك يديك المطرح تاني وعاود يجيبك ويقول لك 500 ويحكك ب 500. لا انا مازال ما وصلناش لهذا. ولسه ما وصلنا للموفيد. هو الفوق برجر ب 500. ادخل جزائري خرج صعيدي. شوف اعملوا سبسكرايب هير لمهدي واعملوا شير للفيديو. شو خاصاته العصاية؟ بص بقولك ايه، بص تعال صورك بالعصاية. والله صورك بيها. تعال والله صورك بيها يا باشا يا باشا. ها عنده العصاية. الله 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 يا باشا. بقولك ايه، عشان تخلق انا عشان حبيتك. الله خارج الناس جماعة فتلك لقيتهم يا عمي. هادو احجار، دي احجار طبيعية الفيروز بتاع سينا مصر. وتعملوها احسن فاروز في العالم يعني. أوه. يطلع من الارض بالمنظر اللي انت شايفه ده. وبعدها بعد كده نشكله كده زي ما انت شايف هنا وهنا كده بعد ما بيخلص خالص كده يبقى في المنظر. وتغسله وتحط من هيد من كده ولا كده؟ ده كان اصله كده. اوكي. ممكن توري لي واحده كيف تعملها يعني؟ عمليه. شوفوا العمليه دير بتاع الفيروز، شايف يجي كده هي. اوكي يجي هنا كده. بس يبتدي تكشف. جميل. ايوه هذه. ايوه في العالم والله معلم. وانت من احسن الناس في العالم. والله انا مستغرب في الماركتينج في مصر، كيف عملية الدخول الزبون، كيف ياخذك كيف الاخر معلمية. والله وتشتري وانت فرحان. جميل جدا والله. كاستمر سيرفيس ما شاء الله. ابى اكون داخل قال لي بدك انت راك تحوس على جبة تاع نساء. كيف اعرف اني احوس على جبة تاع نساء؟ ما اعرف، دخل في مخي. اوربيان سير الكوشاري خوتي، مستحيل تجي المصر ما تجربش الكوشاري. انا واحد عمري ما جربت الكوشاري. السلام عليكم. كيفكم؟ كيف كيف اخبار الكوشاري هون؟ كويس الحمد لله تمام. بس انت ما تبين، انت تبين سوري ما تبين مصري. تركي. تركي تركي. يا ما شاء الله. وانت يا حبيبي؟ لا مصري. مصري وانت تركي؟ يا يلا نجرب الكوشاري هون. شوفوا محلات الكوشاري. علم. السلام عليكم. الكوشري عند ابو سليمان. ويلكم عمي. ويلكم جزائر. شو ولكم مرحبا الجزائر حبيبي. يا رشيد ياكيني. وراهم اصدقائي. ايوه العال. ممنوع التصوير؟ لا طول. ايوه هاو ليك الكوشري. كوشري وضو. شو حصل تليفون؟ نو شو حصل؟ ما في كهرباء. لا كهرباء. كهرباء نقصة. اوكي. فيه رز باستا بصل مجفف وعدس. هالي كلش بشوية بطاطا مع كارونا وشوية صلصة. هاليك صلصة. يلا يلا بينا. بسم الله. باستا بالروز نفس الذوق. صلصة ما فيهاش حاجة مش حار. طيب جميل. وهذا حطه الناعم بلي زيت الزيتون. قال لي شو اسمه هذا؟ دقة. الدقة هي عبارة، شوفوا اتبع معايا، خل شو فيها؟ خل خل وتوم. خل وتوم تضربوها مع الكوشاري. اصبر شو. والله صح. اضرب شويه دقه. طيب بدل شويه هنا شويه. حط لك هنا كمان. ايوه ايوه جميل. عجبتك؟ دقق يا عمي دقق. ضيافة المصريين والله ما حب ياخذ علينا فلوس. والله غير اطيب. شوف هاو المعلم الكبير. وين جاي الكوشاري؟ وين المكان؟ السيدة عائشة محل مكرونة مسلمين. السيدة عائشة 16 شارع السيدة عائشة بعد ما كنت السيدة عائشة. اي واحد يزور القاهرة يجي عند حبيبنا يظهر الله فيه. والله كثير اول مرة اكل كوشاري. الف هنا عليك. ومن الاشياء الجميلة في مصر وخاصة في القاهرة سندويشات الكبدة. عربية الكبدة في كل مكان، فيها عربيات وفيها سندويشات.
اول ساندويتش كبده في القاهره. يلا عمي شو النوع اللي عندك؟ عندك سجق، سجق اللي هو المرقاز سجق، وثاني شو عندك؟ كله سجق. وهي سجق داخل حلاء دوت. شو الاطيب شيء؟ كله كويس بس زي ما انت شايف اللي فايت. شو اول اثنين؟ الكبده والسجق اللي في النص. خليط لا اوكي. ممكن اخذ خليط؟ اه يا حبيبي خليط. اعمل لي يعني ساندويتش فيه خليط. اوكي شوفوا عمليه الكبده في القاهره. شوفوا ساندويتش ما في ولا شيء، الخليط تبع الكبده ويلا ودور. ايوه ساندويتش صغيره. باش ليش صغير هاي؟ لا لا اعمل لي واحد من هون والثاني من هون نجرب الوجود. كبده بقر ولا ايوه بقر هاي؟ بسم الله ديرك تقدر تدخل ديرك عمو دير كده الثاني. كبده مرقاس والله شي كبير. بقول لك يقعد يا مهد خلينا اكل اكل. يلا مرة الجاية مرة الجاية يلا اكل. قتلني ما حبش يخليني ندفع والله غير كثير يا معلم والله كثير. المقعد تجلس هكذا وتضرب كبدة وتكل على ربي. اهلا بكم في مطعم خوفو رقم 5 ميدل ايست ورقم 1 في مصر. وتعالوا بصوا على الفيو ده، بنعمل احلى اكل مصري. انفصل اهرامك مباشرة من داخل المطعم تاع صديقي مصطفى. دخلنا نعطيكم معلومات انتم ما راح تستغربوا. يلا السلام عليكم. الحكايات كلها هنا. السلام عليكم كيفك حبيبي؟ كيف الاحوال؟ شكرا. رانا في مطعم داخل الهرم، يعتبر من احسن المطاعم هنا في مصر، واخذ رقم 5 مطعم في كل العالم العربي. تبعوا معايا دخلنا نعطيكم معلومات. رانا داخل واحد الريستوراني الكلاسي 5 في العالم العربي جه داخل الاهرامات وفي شمال افريقيا. رانا داخل الاهرامات والحاجه مش نورمال. او لو بلو كلاس ريستوران في كاع دوك مصر. دوك مصر سي لو بلو كلاس و لو بلو شيك، ويجوا كاع لي ستار تاع العالم ماشي تاع المغرب العربي ولا تاع العالم كاع. تما حاجه مش نورمال. ولي العلم انه مصطفى الاكزيكوتيف شيف هو الشيف اللي كان معايا في الطوب شيف ام بي سي. دائما يقول لي روح لمصر زورني روح لمصر زورني، وجا المكتوب ورانا عنده لهنا في المطعم. عندي هنا باب الروم هاف ليمون اند اورنج هاف ايك لوك. هنا البيض تاع الفيره كل شيء. هنا عندي غرفه مخصصه للبريبريشن، اي حاجه جاهزه ريدي تو كوك. أوكي. اي حاجه بوتشرز صوص جامس. تعبك انه هو راه يشرح لنا نفس الشرح لما واحد شاف يجي يشتغل. انت كانك شاف جيت تشتغل. احنا داخلين نخدموا دوكا. هذا غدا بيبدا الشغل معاه. لا بكره يبدا. بكره يبدا الشغل. انا بلونجور. بلونجور يس. المين كيتشن هنا هون المين كيتشن. من هون يخرج احسن الصحون في العالم ما عند الشيف مصطفى. ايوه. هنا حكاية هنا صدقت حلمي وبدأت هنا. هنا الحكاية. السلام عليكم. كم من طابق مصطفى؟ داخلين هوليك كوفوس المطعم الخطير في العالم العربي. ايوه هاو الكلام. ما تعرف اذا متحف ولا مطعم ولا ما تفهم. السلام عليكم. بس مصطفى سؤال، ليش انتم ما تقدروا تاخذوا نجمة ميشلان مش موجودة في افريقيا؟ لسه ما دخلتش في افريقيا بس مستعدين ليها. يعني في مطاعم تقيلة جدا في افريقيا، يعني ما عندك في الجزائر والمغرب ومصر مستوى عالي قوي، والمفروض يعني اول ما تكون ميشلان تدخل افريقيا يبقى احنا مستعدين ليها ان شاء الله. شمال افريقيا بالذات يعني. رانا ديركت في عملية عمل كولابوريشن ريل انا مصطفى وسي قرباج هاوليك عبد القادر قرباج. شوفوا الفخامه في كوفو يا اخويا. اطباق مصريه بصح عصريه جدا. ريفيزيتي شوف الاشكال، لوحه فنيه. هذا المطعم تتلاقى به غير هنا في مصر. شفتوا هذا المنظر؟ تشوفها خطره في حياتك وتودع الله. شوف الاهرامات الاكل يا اخويا يا اخويا يا فنان يا مصطفى فنان. ما تحرك اي حاجه. بس شو ودنا مصطفى؟ اوكي صباح كده؟
خلصنا الفطور من عند مصطفى وهابطين بسيارة الجولف في اي بي وين؟ قدام الاهرام هذا، والاهرام هنا هاوليك هنا قدامي هاي الاهرام الاول. سليمان شيء كبير يا عمري. اه ما شاء الله عمري مش الاهرامات كي شفتهم شفتهم في اي بي قدام اولا. بدلنا ستايل ولبسنا صعيدي ورانا اكزاكتومو في منطقة الجيزة. قولوا لي علاش؟ اننا في عملية البحث على شقة مقابل الاهرامات. قولوا لي علاش؟ لانه سليمان حب يعمل فيديو قدام الاهرامات. رانا مع صديقنا احمد احمد المشهور بكلمة خليها علي. اي والله رانا حبسنا لهنا الاهرامات راهم منا دوك نسيو نسالو. انا راني بوسمو باللباس التقليدي ديرك. هو داء سهلة هايلي اوتيل ابارتمنت بيطل على الهرم. يلا عملية البحث على الابارتمون اللي طلع الاهرامات وبسي ممكن هذاك اوتيل ابارتمنت بيطل على ال سليمان يتخايل حبي يعمل هذوك الفيديوهات تاع انستغرام وطايح وينوض الصباح ويفتح النافذة ويطل على الهرم. تخيلات انستغرامية. لقينا صاحب الشقة هو. احنا لقينا هذه الاولى بصح الفيو احنا بدنا فيو ديركت ما يكونوا مباني هون. ثم تطل دايركت على الاهرامات. اعطينا فكرة مثلا هذه الغرفة اللي شفناها مقابل الاهرامات كم تعمل ليلة السعر؟ السعر ما اعرفش والله تقريبا ولا ما اعتقد كذا تقريبا الشاكوزي والحاجات دي بتوصل 80 لا لا هذه تبعك هذه انا تبع انا $60 تقريبا $60 لليلة للسعر. هاكم تشوفوا صالون كيتشن فيها هنا شومبرا وفيها غرفتين فيها غرفتين كم ثلاثة كوس كم من شخص تقدر تلفت ستة أشخاص أشخاص. خلاص أصدقائي دوك نحط لكم الرقم نحط لكم الرقم لتحت تاع صديقنا اللي بده يحجز يتصل به. أوكي نورمالمون طحنا في الشقة اللي نبحتوا عليها احنا غرفة الجاكوزي وجدناه حاجة مليحة. غرفة جاكوزي واعرة شيكي والمنظر قلت لك اخوي ايه هي ده مش نفسها تقريبا بس هي ده بس هي قلت لك صح الله احسن من ولا شيء جميله جدا. اخيرا مستر عمر هو اللي حل لنا المشكل. احسن غرفه ممكن تلتقي فيها في حياتك ديركت قهوه حليب تقابل الله. شوف محمد انت معلم حبيبي شوف المنظر تاع كورنيش النيل كيف شوف. جينا العربيه اخرى مختصه في الكبده والسجق ساندويتشات. خلينا نشوفوا الاول شو الحكايه. كبده سجق الكحلاوي. السلام عليكم. يلا بينا ساندويتش صغير خفيف هاوليك سموشن دول. ناخذ واحد سجق واحد كبده. اوكي تمام. حتى شوف حتى التوريست موجودين هنا انجليز عرب كلهم. يلا صبري احنا عندنا سته عشرة جنيه الساندويتش 10 جنيه 6 ب 60 جنيه 60 جنيه والله ما بعرف كم الساندويتش دي نقول لكم تقريبا كم الساندويتش دي نقول لكم دولار و30 هاي اسم هادو 6 ساندويتشات دولار و30. شوف الحكايه هذا كبده يس هاولي كبده ساندويتش كثير صغير من اجمل الاشياء اللي تلتقي معهم في مصر اكل شوارع ساندويتشات كبده لازم تجربها كي تجي. احنا الان متواجدين وين المكان؟ شارع طلعت حرب في وسط البلد في وسط البلد اعطونا شارع التحرير هون لا شارع التحرير شارع التحرير وهادو الاماكن كلهم المنازل قال لك بكري كانوا يسكنوا الممثلين والمشهورين وحتى الان مكتوب الاسامي تاع الممثلين هنا كان يسكن الممثل فيها اسم ممكن نشوفوهم هنشوفها نعدي دلوقتي على كذا بيت يقول لك هنا كان يسكن مثلا عادل امام حليم مش عارف كل الممثلين فنانين نبص عليهم رانا في قلب القاهره هنا وسط البلد وراك تمشي في الجي سونتر شغل ميسوني ولا نفس التركيبه حوانت منا وباطيمات فوقهم والباطيمات اللي هما العمارات بالعربيه على شكل معمار فرنسي انجليزي هذه شوف التركيبه شوفوا الجمال
هي دا الكافي هذا اسمه الامريكان، من اقدم الكافيهيات اللي هنا في القاهره. هاولي الامريكان، خلونا نروح نجربوا الامريكان. لا يلا يلا بينا، ممكن عنده شيء متميز. شوف وين يعمل سوشي في الشارع. تعال في الجنب، يا السوشي في الشارع، تعال يا السوشي. هاوليك والله غير السوشي ديرك. في حياتي ما شفت سوشي بيتباع برا الا في مصر. ماشي، هذا سوشي سوشي انت تعمله بيدك؟ والله غير ما شاء الله. ممكن اعطيني تذوق واحدة؟ شو النوع اللي عندك؟ ماشي. طب البنات طيب؟ اوكي يلا يلا يلا. والله يا جماعة الخير، جو صاحب هذا السوشي كان يشتغل، هاولي كان يشتغل في حانوت ومن بعدك فتح وحده، واللي يخدم سوشي في الدار ويبيعه برا عادي. هاولي بعد السوشي مباشرة ندخلوا الامريكانو، اقدم مقهى في القاهرة. باين اقدم مقهى. ليرولي نعطي لك سؤال خويا اللاز، عندي سؤال. تفضل. هل انت اللي عايش في الجزائر تعرف الريد فيلفت؟ يا شور. وش هو الريد فيلفت؟ الريد فيلفت القهوه مزاقره. اي والله هاوليك الريد فيلفت هو الكيك الاحمر بالماسكربون بالتشيز كريم. مع صاحب المقهى مباشره. مين هاي؟ ده جروبي اللي انشا الامريكان، وجروبي شركه جروبي كلها. اوكي، هي كانت شركه مثل ستاربكس. هي جروبي دي كانت رقم واحد في العالم، في مصر كمان. ده اول واحد دخل ايس كريم مصر، اول واحد دخل الشوكولاته بالشوكولاته في مصر، الشوكولاته اللي هي بالبلح. اوكي، ده كان الجرايد بتكتب عنه سابق عصره. اوكي، ومن اصله هو مين؟ امريكان؟ سويسري. سويسي. انا في حياتي ما سمعت بهذه جروبي. اسمه جروبي وسمى هنا المقهى جروبي. جروبي وفتح الامريكان، وهو عنده سلسله جروبي الا في مصر ولا جروبي. لا، في هنا فرع في خلق ثروت وفي فرع هنا. مره ماركتش الماشينات هذوك تاع تاليزيسكيم والاخر سموا مقهى جروبي. هذه عليه ايه في ماكينات اسكيمو وايس كريم اسمهم جروبي. بالضبط. اوكي، هم بقى خدوا الاسماء وبداوا يصنفوها. اوكي، زي نسلا والجماعه دول. هو اللي كيمو كونو، شفت كيمو كونو؟ اوكي، لا بتاع، هو اللي باع للشركه دي نسلا. ما شاء الله. والان هي اقدم مقهى في مصر، هي وفي عم خالق ثروت الفرع هتلاقيه قدام هنا شويه، بس اتخذ هيئه اثار. كم عمر المقهى؟ 100 وحاجه. واو، راح ناخذ قهوه اسبريسو في اقدم مقهى نقوله في العالم. يلا بينا. في الملك فاروق كان بيجي، في ام كلثوم صباح هنا كان بيجي، اسماعيل ياسين وعادل امام، وهم كانوا جهون، كانوا بس مش من فتره قريبه، من قبل بقى الشهر. اوكي، من اقدم المقاهي. يعني جمال عبد الناصر لما اتحرق حريق القاهره هو اللي جهون. جمال عبد الناصر اللي عشان جروبي ما يمشيش. هو اعطاني صوره الامريكان الكوفي شوب قديما، هذه ناخذها عندي سوفينير نحطها عندي. يلا يا معلم، في اقدم كوفي كافيتيريا في القاهره. يلا أباك صاحب المحل قال لك هاد المعجون وهاد الأشياء من قديم هم يبيعوا نفس الإشي، ما بدلوا ولا شيء. وش هو الشيء الوحيد اللي كان في زمن وحبستوه؟ وحتى لحم الخنزير والمشروبات الكحولية. هادو الاثنين اللي حبستوه من أول ما أخذناه من جروبي وسبناه. هم هي كانت قديم عادي، كانت قديم عادي، كانوا الناس بتيجي هنا وتشرب في البارات وكل حاجه. كان هنا يعتبر بار، بس احنا غيرنا ولحد الان. قال لك راهم يجوا يصوروا افلام، شو الفيلم الاخير اللي صوروه؟ ده كان مسلسل مايا عمر. مايا عمر اللي هي كانت فيه محاميه نعمه، اسمه نعمه. اوكي، والله لي الشرف تجي في القاهره وتاخذ قهوه في احسن اقدم محل قهوه كافيتيريا في القاهره. معلم بارك الله فيك. شكرا حبيبي، تشرفت فيك. شكرا حبيبي. معزومين اون ديريكت في حفله على الشاطئ، الشط الهواء البحر ونصدمو ديريكت، راهم جايين يستناو فينا. يلا يلا بينا يلا بينا. تفضل يا باشا. السلام عليكم. هذيك السفينة ديالنا تاع اليوم، يلا بينا نركب على السفينة. راح نعملوا حفلة على تكريم اني اشتريت هرمين اليوم، هرمين تاع الشيخ.
ايوه السلام عليكم. ما شاء الله ما شاء الله، مرحبا بكم في السفينة تبعي. يلا بينا جزائريين. من هون من هون الحفلة، من هون تعالوا تفضل. هنا يا معلم، هنا ايوه. سفينة داخل سفينة. السلام عليكم. والان راح يبداوا الفقرات. تعال تعال قدام النور، تعال فقرات. يلا بشرى، بشرى هي الممثلة الرسمية تبع الفقرات هون في مصر. يلا يا بشرى، يلا يلا تفضل يا بشرى، تفضل تفضل. وتبدا الحفلة. لا 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 باسمي داروا لنا بيفي مفتوح، سلطات هامليك كل انواع السلطات. ومنها تدخل عندك سوبا، سوبا تاع الدجاج هذه ولا تامن؟ والله ما على بالي، جي باغون كون سبورت شندوق. اونيون سوب خويا قول لي. تبع فيكتور قسنطينة. قسنطينة يا قسنطينة. انت عامل عمره؟ ممكن نصورك عادي. يا اوكي كل شطح نصورك عادي حبيبي. صافي بليزير مش كاين. هادو العفايس تاع المحشيات. ومن هي عندكم بوفي كومبلي من هذا. شوف رز وتجي ماشي، رز سلطة بوفي بافي عيطولو. خلينا نشوف شوفوا من هي واش كاين. هذا كله في الباخرة. لحم مع فيش، مقليات، لحوم، محشيات، كل شيء. عشاء مصح احسن من العشاء صح يجوز. والعشاء تاع بابور مليح. الدجاج مع اللحم مع هذه مع شويه قاطو. سليمان سليمان على الطريقه المصريه باستا ديرك. عجبتك الاكله؟ كون قالوا السيد هذا صوتك كون قالوا السيد هذا صوتك انا ما فهمش اذا مغني ولا لا. جابوا لنا مغني مش مغني، صوت مزعج جدا. يلا بينا. صباح الخير، جود مورنينغ من شرم الشيخ. بعد القاهرة جينا شرم الشيخ، رانا موجودين اكزاكتلي تماما في فندق ريكسوس العالمي. هو عبارة عن فندق صح فيه ثلاثة تابعين له، ريكسوس ادلت، ريكسوس سيغيت، وريكسوس شرم الشيخ. رانا اكزاكتلي مو في فندق ريكسوس شرم الشيخ. وما ادراك ما ريكسوس، خمسة نجوم من اجمل الفنادق لتلتقي معهم في حياتك. متوجهين لاخذ البريكفاست لتجربة افخم فطور صباح في افخم فندق في شرم الشيخ. اول حاجة الشومبرا ديالي راهي لهنا. باش تروح للريستورون لازم تدي البوس، الباصات ديالهم تبعوا الطريقة. هاي لك ستاسيون تاع البوس، هم لك باصات هما صغيرين، هادو سيارات الجولف. تستنى لهنا، عندك تاع السيجارة، عندك المزبلة تبع مليحة، وعندك هادي. هادي شو؟ قولوا لي شو هادي. إذا كانت عندك ماكلة طبسي كاس تاع قهوة تحطوا لهنا باش ما ترميهش برا. صباح الخير. كل شيء تمام الحمد لله. تمام وانت؟ خذنا البريكفاست يا عمي. اول مره التقيت معك قال لي شو اسمك، قلت له ديفيد بنغلاديش، ولا يقول لي ديفيد. صباح الخير لكل متابعين مستر مهدي. كل يجي ريكسوس شرم الشيخ ذا بيست هوتيل ان ايجيبت. والله الدبل اور ريكسوس ذا بيست هوتيل ان ايجيبت ريكسوس نو ان ذا وورلد. توكن اباوت هذيك الريستورون ريكسوس شرم الشيخ. يلا بينا فطور الصباح. ندخلوا لهم مليح؟ لا لا ندخلوا منه باش تشوفوا القوه. اول حاجه الكوفي شوب، منا تاخذ المشروبات الكحوليه ولا ماشي كحوليه، هاي لي منا كلها. ومن بعدك تبدا الرحله.
شوف تبع تعال باتيسري تبع انواع الباتيسري الله 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 الله, الله. شوف راكم معايا ومن بعدك مولا باتيسري تاني لي كرواسون ما يشبه من بعدك منا شلايل من بعدك منا البيتزات هاي والله ومن بعدك منا الفرامج فندق هذا معمر رواسة باش تكونوا على بالكم منا الصومو هاني شوفوا كم هو جميل هو نفسه تاع الفطور تاع الصباح وللعلم انه في هذا الفندق عنده حكمه هذا الفندق يعطي لك هذا البراسلي الاخضر الفندق هذا ريكسوس متخصص في واحد الشيء اللي هي الترا فول انكلوسيف معناتها بهذا البراسلي الاخضر ما تدفع ولا شيء في كل السيجور ديالك ولا في كل الرحله ديالك لهنا ولا شيء كل الاوتيل تحت التصرف كلش بدون فلوس كلش باطل وهاوليك البريكفاست جماعه خير كالعاده سمبل همبل سموك سالمون كرامبل اك بيض مكرمل لوبيا نقانق واش يعطوا له هذا توست فرنش توست هذا السمك كابوتشينو وحلويات للتزيين ناكل منهم شويه برك مثل ما يقول الشاعر علاش راكي غابنتني بغيتك كيما حسني البيضه مونامور تصور وما لقيتش والله غير مدير يا خوتي زعيم يا خوتي زعيم زعيم اعطينا اعطينا البلون تاع مصر المدير راك تبان جميل يا خويا اللي جميل جميل شوف 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 لصقت فيها الكاميرات احكوا لي على لعبه رمي الجله كل واحد عنده اربعه لازم يجيبهم في الثقبه اوكي لازم تكون بروفيسيونال يلا بينا شهرانه شهرانه انا 80 هو 50 هو ده هو ده 80 سهل روح 80 60 80 70 يا ريمونتادا يا كما تخير دقيق ماش كونسونطري كوبي 80 80 80 ايوه لابيسين منا برونزينا شويه الكروسيو ديريكت نروحوا ليها يعطوا له الميني بار وانت تقدر تشرب مشروبات ولا تاكل ولا اي عفسه وهذا كله لسه تابع البراسلي هذا مالك منا هذيك صديقنا مازالوا المصري دور لهنا هادو شتو هاد الديون هادو في اي بي هادو اللي عنده شنابر سويت الغاليين كاع لهنا في الفندق يريزيرفي هادي وتكون لابيسين ديالو بريفي واحد ما يقدر يدخل هايلك لازم يعطوك المفتاح باش تقدر تدخل لهنا تشوف شوف بالمفتاح ما تقدرش تدخل واش هي الزرقاء هادوك نولوا ليها بصح شتو هادو الفي اي بي ما تقدرش تدخل لازم يعطيك المفتاح باش تدخل هادي تاع لي سويت وعندك الحكايه ديالك وحدك ونورمالمون فري دايفين والله اعلم تبع تديرها كي تنفس الداخل ما يضبب لكش الكاس والله غير معلم هذا يلا بينا